أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم انتقل بعد ذلك إلى إرث الحواشي، ليسوا أصولاً ولا فروعاً، وإنما هم يحيطون بالإنسان، وهم الأزواج والإخوة، وهذا ميراثهم في هذه الآية. قال: ولكم نصف، أنتم أيها الأزواج لكم نصف ما ترك أزواجكم. وسمى المرأة زوجة ليبين أنها مناسبة للإنسان، ولذلك على الإنسان أن يعرف حقها وأن يرحمها ويلطف بها. قال: ولم يقل ما ترك نساؤكم. قال: إن لم يكن لهن ولد، يعني إذا لم يكن للزوجة ولد فللزوج نصف ما تركت، وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. يعني إن كان لها ولد، إيش معنى ولد؟ كثير من الناس الآن يفسرون الولد بالابن، لا، الولد في لغة العرب وفي القرآن للمولود ذكرا كان أو أنثى. يعني إن لم يكن لهن لا أبناء ولا بنات منك أو من غيرك، قبلك أو بعدك، المقصود إن لم يكن لهن ولد فلكم الربع مما تركن. لكم الربع مما ترك، أي حقكم الربع مما تركت المرأة إذا كان لها ولد، سواء ابنا أو بنتا. قال: من بعد وصية يوصين بها أو دين، شدد على أمر الوصية وعلى أمر قضاء الدين، وأنه مقدم على قسمة التركات، وقدم الوصية اعتناء بقضائها وليس لأنها تقدم على الدين. بل لو مات إنسان وعنده مليون، يعني عنده مليون ريال وعليه دين بمليون ريال، ووصى بثلث ماله وعنده ورثة، ماذا نفعل؟ أول شيء نبدأ بسداد الدين. كم عنده؟ قالوا مليون، نسدد الدين مليون. طيب الوصية ننفذها ولا ما ننفذها؟ ما ننفذها، لأن الدين لم يبقي للوصية شيئا. قال الله عز وجل بعد أن ذكر ميراث الأزواج وقدمهم، ذكر ميراث الزوجات وأخرهم، لأن الله عز وجل يقدم دائما الرجال على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، خلافا لمن يقول في نشرات الأخبار سيداتي سادتي آنساتي مدري إيش إلى آخر من الكلمات التي يتأنثون بها ويخالفون بها فطرة الله التي فطر الخلق عليها. قال الله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ميراث النساء على النصف أيضا ميراث الرجال، المرأة لها الربع إن لم يكن لزوجها ولد، لا ذكر ولا أنثى، ولها الثمن إن كان له ولد. ويستوي المرأة والنساء في هذا الحق، يعني ما يقال للمرأة ربع وللثانية ربع ثاني والثالثة ربع ثالث، لا، بل يشتركن فيه. قال الله عز وجل: من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم قال: وإن كان رجل يورث كلالة، يعني يورث من جهة إخوانه. لماذا كلالة؟ الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، فكأن النسب تكلله أحاط به، كما يحيط الإكليل برأس الرجل، كأن النسب تكلله أي أحاط به، ما له أصل ولا له فرع،
لا له أب ولا أم ولا جد ولا جدة، وأيضا آسف ولا جد، وليس له أيضا فرع وارث، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فهذا يسمى كلالة. ولهذا نقول من شرط إرث الأخ في هذه الآية ألا يكون للميت أصل وارث ولا فرع وارث. قال أو امرأة وله أخ أو أخت، أجمع العلماء على أن الأخ هنا والأخت المقصود بها أخ من أم أو أخت من أم. لماذا؟ لأنه جاء في آخر السورة إرث الإخوة الأشقاء وإرث الإخوة لأب. وبهذا نعرف يا إخواني الآية السابقة في إرث الأصول والفروع، وهذه الآية في إرث الأزواج والزوجات والإخوة لأم، والآية الأخيرة في آخر السورة في إرث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وهذه آيات المواريث في كتاب الله عز وجل، وعليها تدور عامة مسائل الفرائض مع آيتين أو ثلاث آيات أخر متفرقة في كتاب الله عز وجل، وحديث أو حديثين، وبها تجتمع كل مسائل الفرائض. ولذلك غالب مسائل الفرائض مما اتفق عليه وأجمع العلماء عليه. قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، كما هي في قراءة سعد بن أبي وقاص، وهي قراءة شاذة لأنها مخالفة لرسم المصحف، ولكن العلماء أجمعوا على معناها وحكمها، فلكل واحد منهما السدس، يعني إن ترك أخا من أم أو أختا من أم لكل واحد منهما سدس المال، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني يرثون الثلث. لو مات إنسان عن زوجة وأخوين لأم أو أخ وأخت لأم، فالزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأخوين لأم لهما الثلث يقسم بينهما بالسوية. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي هذا كله من بعد وصية يوصى بها أو دين. لاحظوا يا إخواني كيف أكد على الحقوق في هذه السورة، سورة الحقوق، كم مرة؟ الآن هذه الرابعة. في الآية الأولى قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي إرث الزوجات قال من بعد وصية يوصين بها، وفي إرث الأزواج قال من بعد وصية توصون بها، وفي إرث هؤلاء الإخوة قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، ليؤكد على هذه الحقوق. ولذلك هذه السورة هي سورة الحقوق والضعفاء بشكل خاص. قال غير مضار، أي غير مضار في الوصية، فمن الناس من إذا حضره الموت ضار في الوصية، فقال لزوجتي فلان هذا البيت لزوجتي فلانة، أو هذا المال لابني أو بنتي فلان، فيقال لا يجوز الإضرار في الوصية، بل هو من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك أهل العلم. وكذلك الدين، لو تدين دينا أراد به الإضرار بورثته فإنه لا يقر بذلك. قال الله عز وجل وصية من الله، يعني إذا كنتم ترعون وصاياكم فارعوا وصية الله عز وجل في قسمة المواريث، فإياكم أن تتعدوها أو تخالفوها. قال الله عز وجل والله عليم حليم. ثم قال تلك حدود الله، لما قال تلك حدود الله عرفنا بها أن جميع الأنصبة والقسمة السابقة واجبة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يخالف أمر الله فيها. ومن هذا ما يفعله بعض الناس في الضغط على البنات في أن يأخذون شيئا قليلا، أو أن يرضوا بالأموال السائبة دون الأراضي والمزارع ونحوها، وهذا كله من تعدي حدود الله ومن كبائر الذنوب. فنحن نحذر من خلال هذا المجلس أن يقع مسلم في مثل هذا، بل يجب أن يقسم المال قسمة صحيحة عادلة موافقة لأمر الله عز وجل، ولا ينظر إلى هذه الأشياء التي يراقبها الناس ويقولون هذه أراضينا هذه أملاكنا لا نريد أبناء الأجانب أن يأتوا إلينا فيشاركونا فيها. نقول هذا كله لا ينجيكم من عذاب الله، إن كنتم ترعون دنياكم فإن وراءكم أخرى تستحق أن ترعى، فاتقوا الله فيها. قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله،
في سائر ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بشكل خاص يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لاحظ، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ثم قال خالدين، ليبين أن أهل الجنة ليسوا منفردين بالجنة، بل هم جماعات يأنس بعضهم ببعض على سرر متقابلين، بل يتحدثون عما كانوا عليه في الدنيا. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، ويذكرون أنهم كانوا مشفقين في الدنيا أن لا ينالوا هذا الجزاء ولا يحصلوا هذا النعيم. قال وذلك الفوز العظيم. أنا كتبت هذه فردة، بمعنى أنه لا يوجد لها نظير في القرآن، وذلك الفوز العظيم. كل الموجود وذلك هو الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. أما ذلك وذلك الفوز العظيم فلا توجد إلا في هذا الموطن، ولذلك نحن نختبر بها الحفاظ، نقول أكمل وذلك الفوز العظيم، فإذا قال أي وحدة عرفنا أنه ما حفظ جيدا، لكن إذا قال بعدها مباشرة ومن يعص الله ورسوله عرفنا أنه حافظ متقن. قال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله في عامة أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بشكل خاص وهو قسمة المواريث وحفظ حقوق الضعفاء، ويتعدى حدوده بأن لا يلتزم بما شرع الله جل وعلا، يدخله ناراً نكرها من أجل التهويل والتعظيم والتفضيع، ثم قال خالداً فيها. لماذا قال خالداً ولم يقل خالدين؟ قال العلماء ليؤكد على شدة الوحشة في النار، فإن الإنسان إذا عذب مع الناس أنس بهم ولو كان عذاباً. يعني العامة عندنا يقولون الموت مع الجماعة رحمة، يعني والمرض مع الجماعة رحمة، لكن أن تموت وحدك أو أن تمرض وحدك أو أن تصاب بمصيبة وحدك يكون فيها شدة عليك. وهكذا أهل النار، يدخل الواحد منهم والعياذ بالله النار ويظن أنه هو الوحيد الذي يعذب بهذا العذاب ويقاسي هذا الحر الشديد. قال خالدا فيها وله عذاب مهين، يهينه كما أهان أمر الله وتعدى حدود الله عز وجل ولم يبال بما قسم الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل الله جل وعلا إلى بيان حكم المرأة التي تأتي الفاحشة، والمقصود بالفاحشة هنا الزنا. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الفاحشة تطلق على الخصلة المتناهية في القبح، وهذه تدرك بالشرع وبالعقل. قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال العلماء الفحشاء يعني ما يدرك بالعقل، فالزنا يدرك قبحه بالعقل، واللواط يدرك قبحه بالعقل، والسرقة يدرك قبحها بالعقل. أما المنكر فلا يدرك قبحه إلا بالشرع. إسبال الثياب مثلا منكر، من أين أدركناه؟ بالعقل ولا بالشرع؟ بالشرع. الأكل بالشمال أدركناه بالشرع. الصلاة مثلا نافلة بعد صلاة العصر، من أين أدركنا أنه محرم؟ هل هو بالعقل؟ بالشرع، فهذا منكر. ولذلك قال وينهى عن الفحشاء، وهو ما يدل الشرع والعقل على النهي عنه، والمنكر وهو ما يدل الشرع على النهي عنه، والبغي وهو ظلم العباد. قال من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لابد أن يشهد أربعة في الزنا، وهذه قضية لم تنسخ في أمر الزنا لشدة أمر الشهادة في الزنا وإثباته، لئلا يتخوض الناس فيه ويتهم البراء منه، شدد الله عز وجل في أمره فلا تقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال وعدول، لا تقبل فيه شهادة النساء ولا تقبل فيه شهادة غير العدل، ويجب أن يشهدوا على شيء صريح ويتلفظوا به بدليل قوله فإن شهدوا. ما قال
فاستشهدوا عليهن 4 منكم وسكت. قال فإن شهدوا، أي أدلوا بشهادتهم وتلفظوا بها، قالوا نشهد أننا رأينا فلان يفعل الفاحشة ورأينا ذاك منه في ذاك منها كما يكون المرود في المكحلة والرشا في البئر. لو قال رأيت رجلا فوق امرأة، أو رأيتهما في متضاجعين، أو في سرير واحد، أو رأيته قد ضمها أو اختلى بها في غرفة، فهذه ليست شهادة ولا تقبل من صاحبها ولا تكون شهادة في الزنا، بل ترد على صاحبها. قال الله عز وجل فأمسكوهن في البيوت. هذا حكمهن في أول الإسلام، أن يحبسن في البيوت. أمسكوهن في البيوت. لماذا الإمساك في البيوت؟ رحمة من الله عز وجل لئلا يشيع أمر الفاحشة في الناس، لأنه لو زنت المرأة ثم قامت تبيع وتشتري وتجلس مع الناس فتحدثت هذه بأمرها وتلك بأمرها وقالت فلانا لفلانا تدري ماذا صنعت فلانا بالأمس، فعلت كذا وكذا، صار أمر الفاحشة هينا في الناس. فإذا أمسكت في البيت انقطع هذا الأمر فلم يذكر، وقطع دابر الفاحشة وطهر المجتمع. قال الله عز وجل فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كيف يجعل الله لهن سبيلا؟ هذه الآية قال العلماء ليست منسوخة، مع أن هذا الحكم وهو فأمسكوهن في البيوت قد انتهى، قالوا لأن الله قال بعده أو يجعل الله لهن سبيلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قالوا فلما قال أو يجعل الله لهن سبيلا بيّن أنه مؤقت، والنسخ إنما يكون في الحكم غير المؤقت. لو قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت وسكت ثم جاء حكم الرجم والجلد بعده لعرفنا أنه ناسخ، فلما قال أو يجعل الله لهن سبيلا عرفنا أنه حكم مؤقت بوقت، وقد جاء الوقت الذي رفع فيه الحكم الأول وجاء من بعده الحكم الثاني. قال الله عز وجل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. أكثر العلماء حملوا الآية على الرجل والمرأة، يعني اللذان يأتيان الفاحشة منكم من رجال ونساء. فإذا جاء رجل وامرأة بهذه الفاحشة فآذوهما، يعني عليكم أن تؤذوهما بأنواع العقوبات، الكلام والضرب ونحو ذلك مما يؤذيهما، رجل أو امرأة. لكن المرأة تزيد بأنها إذا أوذيت تحبس بعد ذلك في البيت. وقال بعض العلماء ومنهم ولم أره الحقيقة إلا لشيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله قرره وأكد أنه هو الصحيح، قال الآية الأولى في الزنا وهذه الآية في اللواط، واللذان أي في الرجلان اللذان يأتيانها منكم، ها يعني يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما. وكان أمرهما في أول الإسلام أن يؤذيا، ثم جاء في السنة ما يدل على أنهما يقتلا، من فعل فعلة قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فإن تابا وأصلحا، تابا أي أعلن توبتهما، وأصلحا أي أصلح العمل بعد التوبة، فرؤي هذا الرجل لا يجلس مجالس السوء ويرتاج المجالس الطيبة ويبتعد عن ذكر الكلمات الخبيثة، ولا يذهب إلى الأسواق التي فيها مثلا النساء أو المجتمعات التي فيها ريبة، تاب وأصلح أي أصلح العمل، فأعرضوا عنهما أي كفوا عنهما ودعوهما ولا يكن لكم عليهما سبيل. إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله، لما ذكر أنه تواب لمن تاب وأصلح، والتواب هو الذي تكثر منه التوبة على عباده سبحانه وتعالى، فهو يتوب على العبد لو أذنب في اليوم 100 فأناب تاب عليه 100 وهو يفرح بتوبته في كل مرة، بل إنه يجازيه إذا أكثر من التوبة ولو أكثر الذنوب
أنه سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه جميعا ويقول اعمل يا عبدي ما شئت. ثم قال الله عز وجل مبينا لمن تجب التوبة عليه فقد أوجبها على نفسه، فقال إنما التوبة على الله أوجبها على نفسه للذين يعملون السوء بجهالة. يعملون السوء أي السيئات بجهالة، يعني بأن تقدم أنفسهم على هذه المعاصي فيجهلون بإقدامهم على المعصية. ليس المعنى أنهم يجهلون أنها معصية، لأنهم لو جهلوا أنها معصية ما صارت ذنبا. لو أن إنسانا مثلا أكل بشماله ولا يعلم أن الأكل بالشمال محرم ليس عليه شيء، ولكن المقصود كل من عصى الله فقد جهل حق الله ولم يقدر الله قدره، فهنا تسمى هذه جهالة. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ وإلا تصرف عني كيدهن إيش؟ أصب إليهن وأكن. كيف يكون من الجاهلين؟ لأنه إذا أقدم على المعصية لم يعظم الله ولم يعرف حقه فصار جاهلا بهذا. وليس المقصود أنه صار جاهلا يعني غير عالم بالحكم الشرعي، فإن الجاهل الذي لا يعلم الحكم الشرعي لا ذنب عليه في الشريعة. قال الله عز وجل ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إيش معنى من قريب؟ كل العلماء يقولون من قريب أي قبل الغرغرة، قبل الموت، هذا كله قريب، لأن من تاب بعد الغرغرة أو بعد طلوع الشمس فإن توبته لا طلوع الشمس من مغربها فإن توبته لا تقبل منه عند الله عز وجل. طيب، وقيل من قريب أي بعد الذنب، كما حكى الله عز وجل عن الأنبياء عندما يقعون في شيء من الذنوب فإن الله يبين لنا أنهم يبادرون إلى التوبة، مثل ما قال عن نوح عليه الصلاة والسلام، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل أهلك، لما قال نعم لما سأل نوح أن ينجي سأل ربه أن ينجي ابنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي. في نفس الوقت كذلك في قصة داود وفي قصة موسى وفي قصة آدم كلها عندما يذكر ما وقع فيه الأنبياء من ذنب أو قريب منه يذكر أنهم يبادرون إلى التوبة ويسرعون إليه. وهذا وجدته للشيخ السعدي، والآية تدل على شيء منه لكن لا تلزم به، لأن اللازم الذي يقبله الله عز وجل هي التوبة التي تكون من قريب أي قبل الغرغرة، فإذا وصلت الروح الحلقوم وتاب الإنسان فإن توبته لا تقبل كما صنع مع فرعون لما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال الله عز وجل فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ليست التوبة لمن عمل السيئات، والمقصود بالسيئات هنا ما دون الكفر. لماذا؟ لأنه قال بعدها ولا الذين يموتون وهم كفار، قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني لو تاب صاحب المعصية عند الموت عند الغرغرة ما قبلت توبته، يعني ما قبلت هذه التوبة، فيبقى تحت المشيئة بعد موته إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. قال ولا الذين يموتون وهم كفار، أيضا هؤلاء ليست لهم التوبة. ثم قال أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي أعددنا لهم عذابا مؤلما موجعا. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذه الآية فيها قطع العادة الجاهلية
التي كانت معروفة عند العرب، وفيها إهانة للمرأة أيما إهانة، حيث تسلب منها إرادتها واختيارها. فكان من عادة العرب إذا مات الرجل جاء أولياؤه فوضعوا أيديهم على المرأة، جاء وليه أخوه أو أبوه أو غيره وضع يده على المرأة فكأنه يرثها، يعني إما أن يتزوجها هو بغير اختيارها أو يزوجها لمن يشاء أو لا تتزوج بأحد حتى تعطيه ما يشاء. فسمى الله عز وجل ذلك إرثا، لأنه تصرف في المرأة بغير حق، ولأنه يعني كأنه يشبه أن تستعمل أو تؤخذ المرأة كما يؤخذ سائر مال الميت. قال ولا تعضلوهن، ولما قال كرها فيه الدلالة على أنه لو كان بغير كره فإنه جائز، يعني لو قال أخو الميت إني أريدك يا فلانة لنفسي وكان ذلك برضا منها فقبلت فإن ذلك جائز. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لا تعضلوهن، العضل بمعنى المنع، يعني لا تمنع النساء من حقهن من أجل أن تستردوا منهن شيئا من المال الذي آتيتموهن في المهر. فالرجل تكون له المرأة فلا يحبها ولكنه قد دفع عليها مالا، فهو لا يريد أن يطلقها حتى ترد هذا المال إليه، فهو يعضلها بمعنى يدعها عنده لا معلقة ولا مطلقة، يعني لا هي في عصمته فتنال حقوقها ولا هي مطلقة فتبحث عن زوج آخر، ليضطرها إلى أن تفتدي منه بأن تدفع حقه أو بعض حقه. قال ولا تعضلوهن، وهذا يشمل يا إخواني جميع أنواع العضل، حتى عضل الرجل لابنته، مثل أن يمنع ابنته من الزواج من أجل أن يحصل على مال من ورائها لأنها مدرسة أو موظفة أو غير ذلك، أو من أجل أن يستفيد من مال الزوج الذي يأتي، فهو لا يقبل إلا زوجا يدفع أعلى ما يريد من المهر ليستفيد منه وينتفع به، أيضا يدخل في عموم هذه الآية. قال لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا في حالة واحدة، وهو أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إذا كانت لأحدكم امرأة فجاءت بفاحشة مبينة، والفاحشة المبينة هي الزنا أو التعدي على الزوج بسوء الخلق وبذاءة اللسان والتعدي على أهله، فإنه في هذه الحالة من حقه أن يعضلها حتى تفتدي منه بمال لكي تفك نفسها جزاء لها على سوء خلقها أو على ما فعلته من الزنا القبيح في حق زوجها وحق نفسها وحق ربها قبل ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال وعاشروهن بالمعروف، بعد أن نهى عن هذه الأفعال القبيحة مع النساء أمر بضد ذلك وقال عاشروهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف يعني أن تكون معاشرة بالأخلاق الطيبة والأعمال الحسنة وبنسيان الهفوات وتجاوز الضعف الذي تعيشه المرأة، وألا يؤاخذها الإنسان على كل خطيئة أو خطأ، وألا يعني يدقق معها في النفقة عليها أو في محاسبتها في تصرفاتها، بل يعاشرها الإنسان بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. قال وعاشروهن بالمعروف، وهذا فيه الاحتكام إلى العرف، لأن المعروف يا إخواني يختلف في كل زمان وفي كل مكان بحسبه، يعني ما يجي واحد منا الآن إذا طلبت منه زوجته أن يضع لها مكيفا في البيت يقول أمي وجدتي وجداتي وجداتك كلهم ما كان عندهم مكيفات، ليش تطالبيني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأمهات المؤمنين ما كان عندهم مكيفات، كيف تطالبينني بهذا؟ أقول لا، بل هذا الآن في هذا الوقت في هذه البلاد واجب عليك، لكن في بلاد أخرى إذا لم يكن فيها كهرباء ولم يكن معروفا عندهم ليس واجبا
عليه. قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية يا إخواني ينبغي أن يكون يكتبها كل زوج في البيت ويجعلها نبراسا له. إن كرهت زوجتك أو كرهت شيئا من أخلاقها فعسى أن يكون هذا الذي كرهته في زوجتك من أخلاقها أو كراهيتك لزوجتك أن يجعله الله عز وجل سببا لخير كثير تحصله في الدنيا أو في الآخرة. كيف؟ أولا بطاعتك لله عز وجل عندما صبرت وقبلت وصية الله عز وجل بالصبر عليها. ثانيا لأنك تجاهد نفسك على التخلق بالأخلاق الحسنة. ثالثا ربما تزول هذه الكراهة، أنت تزوجت امرأة واكتشفت بعد يوم أو يومين أنك لا تقبلها ولا تحبها، فصبرت امتثالا لأمر الله، يجازيك الله عز وجل بأن يعقب هذه الكراهة محبة. وأذكر في هذا الباب قصة جرت لرجل أو حدثني بها رجل أعرفه عن خاله وخالته أو عن ابني خاله وخالته، تزوج فيقول إنه لما دخل بها جاء من الصباح ذهب إلى أبيه فقال: يا أبي هذه المرأة لا يمكن أن أعود إليها. قال: يا ابني كيف لا تعود إليها؟ قال: لا أحبها، والله ما وجدت فيها شيء أرفع إليه بصري، فأنا أستميحك العذر، لا أرغب في الدخول على هذه المرأة، الموت ولا المرأة. فقال له أبوه: يا ابني استرنا واستر أهل هذه المرأة، لو طلقتها الآن لظن الناس بك أو بها سوءا، اصبر عليها، بعد سنة أنا أزوجك من مالي ما تدفع ريالا واحدا. قال: أما إذا كان كذا فأنا راضي. فبقيت معه المرأة حتى مات. قال: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس: ربما رزقت منها ولدا لا ترزقه من غيرها. وهذا رؤي، يقولون الغريبة أو يقولون في النساء المرأة التي فيها خلقها سوء دائما تكون منجبة، يعني تأتي بالنجيب من الأولاد. قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. الآن ذكر قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ثم قال: فإن كرهتموهن اصبروا. لكن لو ما صبرتم وأردتم أن تستبدلوا زوج مكان زوج آخر وآتيتم إحداهن، أي آتيتم الأولى قنطارا، فلا تأخذوا منه شيئا. يعني متى أردتم أن تستبدلوا امرأة بأخرى، يعني تطلق الأولى فتأتوا بأخرى مكانها، فإياكم أن تأخذوا من مهر الأولى شيئا ولو كان ذلك الشيء قنطارا. وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني مالا كثيرا. ما يقول: أنا أعطيتها أكثر مما يعطى النساء فمن حقي أن أرجع بشيء مما أخذت مما أعطيتها. فيقال: لا، كل ما أعطيتها، كل شيء أعطيتها إياه فقد أخذته هي بحقه لأنك استمتعت بها. هذا الاستمتاع هو بذل للمنفعة في مقابلة المهر والأجرة. قال: وإن أردتم، أي عند تعذر الإمساك، استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال العلماء: فيه الدلالة على أن المهر الكثير جائز، لأن الله قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. لكن هل هو الأولى؟ ليس هو الأولى، وخصوصا في إذا كثر أو إذا تضمن كثرة المهر فسادا، بحيث يضر ذلك ببنات الناس فتصيبهن العنوسة، أو يشق ذلك على الفقراء من الشباب فلا يستطيعون الزواج فيحدث الفساد. ولذلك يستحب الإقلال فيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. قال: فلا تأخذوا منه شيئا. كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتدل على العموم، يعني لا تأخذوا منه أي شيء ولو قل. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يعني إذا أخذتموه فقد أخذتموه على وجه الظلم والإثم، لأنك دخلت بهذه المرأة واستمتعت بها وأخذت المنفعة التي دفعت من أجلها المهر، فبأي حق تسترده؟
ولذلك قال منكرا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء بالجماع يعني وصلت إليها أو إلى وصلت من امرأتك إلى شيء لا يصل إليه أحد، لا أبوها ولا أمها ولا أحد من أهلها. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم ببعض وأفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سمى عقد النكاح الميثاق الغليظ ليؤكده، وليس في العقود شيء أعظم من عقد النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فأعظم العقود التي يجب الوفاء بها هو عقد النكاح، ولذلك يجب على الإنسان إذا دخل في عقد النكاح أن يدخل صادقا وأن يوطن نفسه على الوفاء بما عاهد عليه المرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذه أول المحرمات 15 التي ستأتي معنا في الآيات الثلاث، هي ثلاث آيات ذكرت فيها المحرمات من النساء، بدأها بهذه الآية وهي قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما معنى لا تنكحوا؟ النكاح في القرآن يطلق على العقد وليس على الوطء، على العقد غالبا، إلا في قوله عز وجل في سورة البقرة: حتى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. النكاح هناك بمعنى الوطء بدلالة السنة. واختلف في سورة النور في قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هل المراد لا ينكح لا يطأ، أو لا ينكح لا يعقد لا يتزوج إلا على زانية أو مشركة؟ والصحيح الذي يبدو لي أنها جارية على مقتضى هذه اللفظة في القرآن، وأن النكاح في آية النور المراد به العقد، يعني الزاني لا يحل له أن يعقد على عفيفة، بل يعقد إما على زانية مثله وإما على مشركة، وهذا قبل أن ينسخ نكاح المشركات. والزانية لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك، وبهذا حرم على الإنسان أن ينكح امرأة زانية. وتدل الآيات التي معنا بعد قليل على وجوب قصد العفيفة المحصنة غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فلا يحل نكاح المرأة التي تعلن الزنا أو زنت ولم تتب إلى الله عز وجل من زناها. قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فاحشة أي متناهي في القبح، يدل العقل غير الشرع على قبحه. كيف تأتي إلى فرج قد ورد عليه أبوك فتنكحه؟ هذا لا يليق ولا يحسن. ومقتا لأنه يورث المقت، لأنه ما من زوج يأتي على امرأة إلا وهو في نفسه شيء من الزوج الذي قبل، خصوصا إذا ذكرته المرأة، قالت: فلان كان ما يقصر، فلان كان يفعل، فلان كان يسوي، فلان كان يعطيني، كان يحبوني، فيورثه ذلك بغض الأول. فكيف يقع هذا بين ابن وإيش وأبيه؟ قال: ومقتا وساء سبيلا، أي ساء طريقا تسلكونه في قضاء شهوتكم والوصول إلى حاجتكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.